يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده والسادسه عوده بعد طول غياب. يمكن ما فيش جديد ان الاهلي يكسب ويحصد الثلاث نقاط في مسابقه الدوري الممتاز، لكن الحقيقه في حاجات كتير قوي اختلفت في اداء النادي الاهلي امبارح. النهارده في جزء من حلقتنا نقف معها بالتفصيل ونحاول نشوف ايه الشغل اللي اتعمل او ايه الحاجات الايجابيه اللي اتنفذت في ماتش المقاولين، في مباراه قلنا عليها انا وساره انها ماتش مش سهل على الاطلاق. في الموسم الحالي المقاولين مقدم اداء اكتر من رائع، والحقيقه انه رجاله الاهلي اثبتوا ان شاء الله ان هم على الطريق الصحيح. مساء الخير على حضراتكم، ومساء الخير يا ساره، اسمع رايك في ماتش امبارح. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم. يمكن لو هنتكلم على ماتش امبارح، الحقيقه فوز مهم جدا للنادي الاهلي في المباراه الاولى تحت قياده موسيماني، يعني ثلاث نقط مهمه، والفوز على رابع الدوري المقاولين العرب مهم اولا يا احمد من الناحيه المعنويه. يعني الراجل لسه واصل من يومين، لسه ما عملش كل اللي يقدر عليه مع الفريق، لسه البصمات مش واضحه قوي، ولكن في ملامح طبعا واضحه شفناها في ماتش امبارح ولازم نقول عليها. يمكن مثلا اولها انه شفنا الفريق قد ايه كان بيعتمد على بناء الهجمه من الخلف، شفنا استحواذ عالي من لعيبه النادي الاهلي، شفنا ضغط عالي من اللعيبه، وشفنا تصويبات كتير من لعيبه نص الملعب. انا حسيت يا احمد ان موسيماني بيرجع النادي الاهلي على التراك اللي كان عليه قبل كورونا، قبل فتره كورونا، ولكن طبعا لسه محتاج تطوير اكتر الفتره اللي جايه. احنا بنتكلم على ماتش واحد، ده اول ماتش لموسيماني مع النادي الاهلي، ولكن هو بنفسه قال يعني في المؤتمر الصحفي انه شايف انه محتاج يعلي مستوى البدني للعيبه الفتره اللي جايه اكتر، ومحتاج يشتغل على ده الفتره اللي جايه، ومحتاج ان هو ينفذه بالظبط الخطه الواضحه اللي هو جاي بيها. شفنا الحقيقه تطور في مستوى اللعيبه يا احمد لو تتفق معايا، يمكن على راسهم كهربا كان عامل ماتش كويس وكان احد اسباب الفوز وقدر ان هو يعمل ضربه جزاء. كمان جيرالدو كان مستواه كويس في مباراه امبارح. عايزين نقول انه احنا مدركين كويس قوي ان الراجل ده اول ماتش ليه، ولكن كويس قوي ان احنا شايفين ان هو جاي بخطه واضحه، في حاجات معينه في دماغه هو عايز يعملها، واحنا اكيد مش هنحكم عليه من ماتش ولا ماتشين. يعني احنا جايبين موسيماني وعارفين كويس قوي احنا جايبينه ليه، احنا جايبينه واحنا مركزين على دوري ابطال افريقيا، احنا جايبينه واحنا عارفين ان الوقت ضيق والفتره محدوده، ولكن ان من اول ماتش يا احمد يبان انه في فكر معين في دماغ الراجل ده، ونشوف تطور ملحوظ او تغير ملحوظ في لعيبة النادي الأهلي، وده أكيد هيقدر مع الماتشات اللي جاية يحفظهم أكتر هو عايز إيه بالظبط منهم وخطته بالظبط، وهنشوف أكتر طبعا بإذن الله بصماته في الفترة اللي جاية. خليني أقول لك أول حاجة أو أول مكسب هو أنه جزء كبير جدا من هوية ومن شخصية النادي الأهلي بانت في الملعب امبارح. نمرة اتنين زي ما أنت قلتي أنه الانطلاقة أو البداية في ماتش صعب مش سهل على الإطلاق بحسابات الكوره، انه يكون البدايه الموسيماني فوز على فريق زي المقاولين العرب اعتقد هتساعد وتدي للراجل نفسه شخصيا دفعه كبيره جدا. مستوى الاداء ما كانش بعيد، لان انا يمكن لما اتكلمنا قبل الماتش قلت انه تولي موسيماني في التوقيت ده بعد حسم بطوله الدوري، عدم وجود ضغوط نفسيه على اللعيبه هيخلي اللعيبه تطلع احسن من ما عندها عشان تقدم اوراق اعتمادها للجهاز الفني الجديد، وده اللي يمكن كان حاصل امبارح. الراجل ليه بصمه، بالتاكيد ليه بصمه في مباراه امبارح، وانا هقف مع حضراتكم في حلقتنا النهارده مع شويه ارقام نقرا بيها ايه التغير او ايه التطور اللي حصل في ماتش الاهلي. ملحوظه صغيره جدا يمكن دي كانت نقطه القلق بالنسبه لي امبارح، طبعا اصابه الشناوي، طبعا يعني انا عارف انه والشناوي طالع من الملعب جماهير النادي الاهلي يعني كانت مش عارفه تقول ايه، يعني مش ممكن الشناوي بعد موسم اكتر من رائع واحنا في اشد الاحتياج ليه، مع كامل التقدير طبعا لكل حراس مرمى النادي الاهلي، لكن حقيقه كانت اصابه الى حد كبير جدا مؤلمه ومقلقه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. الحمد لله اطمنا نسبيا وهنعرف برضو طبعا اخر التطورات، لكن اللفت نظري الحقيقه في اصابه الشناوي ومن بعدها وقعت ايمن اشرف لما وقع برضو هو بيستقبل كوره، معرفش ليه افتكرت على طول اصابه محمود متولي، وافتكرت كمان اصابه رامي ربيعه. جالي كده في الفلو وكده بتاع الاربع مشاهد دول انه لعيبه الاهلي في الاربع مواقف دول اتصابوا بدون عنف، بدون وقعه احتكاك، بدون لعب عنيف او تدخل عنيف من اي من اللعيبه اللي بتواجههم، وبالتالي الحقيقه يا يعني اما دي تكون صدفه وصدفه سيئه جدا، او انه في مشكله في الناحيه البدنيه والاحمال. في جميع الاحوال موسيماني في موقف لا يحسد عليه، ويمكن النهارده عرفنا ان هو كمان طلع خمسه من الناشئين عشان يتدربوا مع الفريق الاول، لكن اعتقد ككل مع ضغط المباريات مع توقف طويل جدا لمده اربع شهور
مع مشاركه في اكثر من بطوله في علامه استفهام على الناحيه البدنيه نادي الاهلي، واعتقد دي هتكون الشغل الشاغل لموسيماني في الفتره اللي جايه. هو فعلا زي ما انت بتقول يا احمد، اكد الكلام ده في المؤتمر الصحفي وقال ان هو اتفاجئ بالمستوى البدني للعيبه وان ده هيكون الشغل الشاغل ليه الفتره اللي جايه. هنتكلم بالتفصيل طبعا عن ماتش امبارح، ونحاول نقرا كمان في اللي جاي. عندنا ماتش امبي بعد يومين 48 ساعه من قبل امبي. ماتش زي ما قلنا هو الحقيقه الراجل واخد سيكونس ماتشات عنيف جدا، يعني المقاولين وراه امبي وراه بيراميدز وبعد كده يروح للوداد، فكان الله في عونه وان شاء الله باذن الله يقدر يجهز. بس هتبقى مباريات اعداديه كويسه قوي لافريقيا يا احمد، يعني هي برده فرصه كويسه ان هو يقدر ينفذ خطته ويحفظ اللعيبه. هو عايز ايه بالظبط؟ بتنزلي كل ماتش يا ساره وانت خايفه انه بس مجرد لعيب واحد يتعرض لا قدر الله للاصابه، فليها حسابات كتيره جدا. برده من الحاجات الكويسه امبارح ان شفنا اكتر من لعيب بيرجع تاني، يعني مش هقول